في الفيديو ده هنشرح تصميم هنج البيز. الفيديو اللي قبل ده شرحنا تصميم عمود الفريم والترس اللي هو كان الجزء ده. نشرح الهنج البيز كده، كل اللي قبل الميد اتشرح، فاضل اللي بعد الميد اللي هما كانوا الكرين والكومبوزيت بيم. بيبقى معطى قطاع العمود HEB رقم 300 والبولت جريد بتاع المسمار، وبيقول لي يوز ستيل 37. ده كده السؤال، وبيبقى معايا الأحمال اللي جاية على السبورت. فأنا بروح للجدول، هو مديني القطاع بتاع العمود HEB 300، فبروح للتابلز بجيب ال H وال B، ال S اللي هي ال T-Web وال T اللي هي ال T-F. بجيب الأربع حاجات دول عشان يساعدونا نحل المسألة. فال H طلعت بتلاتين سنتي، وال B 30، T web 1.1، T F 1.9 سنتي. وزي ما احنا عارفين ان العمود بيبقى نايم بالشكل ده، ده محور X وده محور Y. النورمال عندي 18 والشير 3. فأول حاجة بنروح نحسبها ال H وال B وال T. ال H اللي هي طول البليت، ال B عرضها، وال T B السمك. البليت بتبقى بالشكل ده، الأصفر ده العمود، ال B small وال H small دول أبعاد العمود اللي احنا جبناهم من التابل. بيبقى عندي N و M رفرفة في الاتجاه الأفقي والاتجاه الرأسي، بفرضهم 5 سنتي. ال B وال H عرض وطول البليت، ليهم قانون بنعوض فيه. ال H بيساوي 95 H small زائد 2 ال M، ف ال H بتاعتي كده هتساوي 95 في 30 زائد ال M قلنا بخمسة سنتي يبقى ده 10 سنتي. الرقم ده 38.5 سنتي. القانون اللي بنحسب منه ال B بيساوي 8/10 بي سمول زائد 2 ال ان، يعني البي هتساوي 8/30 زائد 10 هتساوي 34 سنتي. كده انا جبت الاتش والبي. علشان احسب السيكنس بروح احسب حاجة اسمها اف بي، بيرنج ستريس. ال F B بيساوي ال N على ال H في ال B. ال N عندي كانت بتمنتاشر طن، ال B تمانية، ال H كانت بـ38.5، وال B كانت بـ34. الرقم ده هيساوي 0.175 طن. السنتيمتر المربع. المفروض ان ال اف بي التشيك بتاعه ان هو لا يزيد عن 7/100 طن، لا يزيد عن 7/100 طن لكل سنتيمتر مربع، اللي هي 70 كيلو جرام. ده اللي تشيك بتاع الاف بي. طيب بعد ما جبت الاف بي بروح احسب المومنت. انا عندي مثلا لو كان ده العمود وادي البليت، ده السمك بتاع البليت تي بي. الاف بي اللي انا حسبته اللي هو هنا اهو، اللي هو الحمل اللي هنا، المسافة دي احنا لسه فرضينها بام. فعشان احسب المومنت عند وش العمود هنا، فهيبقى هركز الجزء بتاع الحمل الموزع ده، فهيبقى ال اف بي في الام. كده انا ركزته، هيتضرب في المسافة اللي هي ام على 2، هتديني ام سكوير على 2. ده المومنت اللي انا هحسبه.
تمام، يبقى نشرحها تاني. ادي العمود وادي البليد. الاف بي ده الاجهاد التلامس اللي ما بين القاعده الخرسانه اللي تحت البليد والبليد. انا عايز احسب المومنت هنا اهو عند وش العمود، المسافه دي ام، ده حمل موزع هركزه في نقطه، فيبقى الاف بي في الام، الحمل في المسافه. بقى معايا حمل، عايز احسب المومنت هنا فيضرب في المسافه بتاعته اللي هي ام على 2 اللي هو الجزء ده، فهيتضرب في ام على 2، فيطلع لي ان المومنت بيساوي الاف بي اللي انا لسه حاسبه في ام، في ام على 2 اللي هي ام سكوير على 2. فادي المومنت الاف بي، نكتب القانون. ام سكوير على 2 هيساوي معلش بس هو التعويض هنا غلط، دي نقلتها غلط. فهيطلع لي ان المومنت يساوي، فوانتوا قاعدين كده ورقة وقلم وآلة ونحل مع بعض. جبت المومنت، فنروح نعوض في القانون بتاع الثيكنس ان التي بي بيساوي جذر 6 المومنت اللي انا لسه حاسبه على سيجما الاول. انا الستيل بتاعي ستيل 37، فالسيجما الاول تساوي 1.4، و سيجما التيمت او الاف التيمت تساوي 3.7، سيجما ييلد 2.4. القيم دي كلها لازم تبقى محفوظة، الستيل 37 و44 و52. روح اعوض في القانون، جذر 6 ام على 1.4، هيطلع لي السمك المفروض ان هو لا يقل عن 2 سنتي، لا يقل عن 2 سنتي، فاقول له تيك تي بي ب2 سم. كده انا خلصت تلت المسألة، جبت ال H وال B وال T B 38.5 في 34 في 2. بعد ما بحسب السمك بتاع البليت بروح اعمل تشيك على اللحام وتشيك على البولت المسمار. عشان اعمل تشيك اللحام لازم احسب مساحة اللحام الافقي ومساحة اللحام الرأسي. مساحة اللحام الافقي قانون بيقول 2S في ال H ناقص 4 TF،
ليه 4 TF؟ انا معايا المفروض ان هو 2 TF ناقص 2 الار. انا بفرض ان الار بتساوي تي اف، فالقانون على طول قلنا ان هو بيساوي 2 اس في اتش ناقص 4 تي اف. تمام. مساحة اللحام الرأسي هيساوي 2 الاس في البي، 2 اس في البي زائد 2 اس في البي ناقص تي ويب ناقص تي اف. نراجع على الكلام ده بسرعة. ادي البي وادي الاتش وادي البي وادي الاتش. تمام، ادي شكل القطاع. لو فكناه هيطلع لي بالشكل ده. فادي معايا بي وبي اللي هي الجزء الاول 2 اس في البي، هي اس في 2 بي. بعد كده عندي 4 حتت صغيرين، انا هحسب على حتتين بس واضرب في 2 اللي هو الجزء ده. طيب بالنسبة للحام الافقي 2 اس، ادي الاتش كلها هشيل منها الاتش اللي هو من هنا لحد هنا، ده الاتش هشيل منه تي اف والار، فيبقى الاتش ناقص 4 تي اف. ده بالنسبة للحام. القوانين دي حفظ علشان غير اللي موجودة في الورق، وهي دي اللي هنحل بيها. يعني القوانين دي حفظ، القانونين اللي فوق دول حفظ علشان غير الموجودين في الورق. فهنروح نعوض، هنقول ان الـ AH بيساوي، انا بفرض السيوم تاني هنا، ان الاس بيساوي 7 ملي، يعني بيساوي 7 من 10 سنتي. الكود بيقول ان هو من 6 ل10 ملي، فاحنا بنفرده ب7. هروح اعوض في القانون عشان اجيب اي اتش اللي هو بيساوي 2 اس في الاتش ناقص 4 تي اف. اتنين في 7 من 10 في 30 ناقص 4، 4 في 1.9. هيطلع لي الـ AH بيساوي 31.36 سنتيمتر مربع، كل وحدات مهمة. بعد كده نروح نحسب الـ AV هيساوي 2S في الـ B زائد 2S في الـ B ناقص الـ T-Web ناقص التي اف. اتنين في 7 من 10 في البي ب30 زائد 2 في 7 من 10 في البي ب30 ناقص تي ويب 1.1 ناقص 1.9. هيطلع الـ AV بيساوي 77 بوينت 14 سنتيمتر مربع. فبعد كده بروح أحسب A total
بتساوي A vertical زائد AH هتساوي 31 36 زائد 77 بوينت 14، فيطلع لي ان ال A total بتساوي 108.5 سنتيمتر مربع. معايا حاجة اسمها جاد القص كيو شير بتساوي حمل القص اللي جاي عندي الشير على المساحة اللي بتقاوم. هنا المساحة اللي بتقاوم دي الشير اسمها AH اللي هي مساحة اللحام الأفقي. احنا قلنا التلاتة جاية كده، فمساحة اللحام اللي هتقاومها مساحة اللحام الأفقية، فالشير موازي ليها فهي اللي هتقاوم الشير. الشير عندي كان بتلاتة طن، والـ AH كانت بواحد وتلاتين ستة وتلاتين. فالكلام ده يطلع بيساوي 1 طن على السنتيمتر مربع. بعد كده بروح احسب اف ان اللي هو بيساوي النورمال اللي عندي على ال A total. ليه؟ انا النورمال جاي راسي على البليت كلها، فاللحام الافقي والراسي هما الاتنين بيقاوموه، فبيبقى ال N على ال A total. بس مش باخد ال N كلها، باخد 6 من 10 منها، فال F N هيساوي 6 من 10 في 18 على 108.5 هيساوي 1 من 10 طن لكل سنتيمتر مربع. تمام، جبت الكيو وجبت الاف ان، بروح اجيب حاجة اسمها اف ويل اللي هو التشيك الأخير، هو بيساوي جذر ال Fn Fn تربيع زائد 3 كيو تربيع هيساوي 1 من 10 تربيع زائد 3 96 تربيع. طن على السنتيمتر مربع ده ليه قيمة لازم ما يزيدش عنها اللي هي 1.1 المفروض ان اف ويل لا يزيد عن 1.1 مضروب في 2 من 10 الاف التمت اللي هي السيجما التمت. احنا لسه قايلين ان الاف التمت او السيجما التمت الستيل 37 اللي هي 3.7، فالتشيك بتاعي هنا هيساوي 1.1 في 2 من 10 في 3.7. 3.7 دي وحدتها طن على السنتيمتر المربع، وهنا الوحدة بتاعتي طن على السنتيمتر المربع، فأنا كده شغال تمام. الرقم ده هيطلع تقريبا 8 من 10، فهيبقى اللحام بتاعي تمام. بعد كده نروح نحسب البولت. البولت بنحسب فيه حاجتين، انا معايا الاول خالص القانون بيقول ان الكيو بيساوي ان عدد المسامير في مساحة المسمار اللي هو باي فاي تربيع على 4 في 2 من 10 اف التمت بولت.
الاف التيميت للمسمار اللي هي الجريد الرقم الصحيح، في الجريد بولت اللي هو جاي عندي في البولت جريد. اللي هو في المعطى معانا في المسألة هنا كان 5.6، كنت عامل لك انا شرطة تحت الخمسة، يعني انا كده الـ F ultimate بتاعتي بخمسة. الـ Q ده الشير اللي موجود معانا، الـ N ده عدد المسامير بنفرده باتنين، ده السيوم باتنين، يبقى انا كده المجهول الوحيد وده كده بخمسة والشير معايا تلاتة. فانا المجهول الوحيد اللي هو الفاي قطر المسمار، فكده المعادلة بتاعت بقية تلاتة بتساوي 2 في باي على 4 في فاي تربيع في 2/10 في 5. تمام، بان انت تحلها بمعادلات الآلة وتودي فاي في طرف وباقي الأرقام في طرف، هيطلع لك ان قطر المسمار بيساوي 1.38 سنتي، يعني تقريبا 14 ملي. تمام كده انا جبت قطر المسمار، فاضل ان انا اجيب حاجة اسمها ال ال دي اللي هي المسافة اللي المسمار، يعني مثلا لو كانت بالقعدة هذا المسمار اهو، المسمار بينزل مسافة هي دي ال دي جوه القاعدة الخرسانية. ال دي بتساوي 20 فاي، يعني كده ال دي المثال بتاعنا هتساوي 20 في 14 او 20 في 1.4، نشتغل بالسنتي، هتساوي 28 سنتي. بعد ما بخلص الحسابات بتاعتي كده، انا معايا الابعاد ومعايا كل حاجة، بنروح نرسم شكل القاعدة بالابعاد الجديدة اللي احنا جبناها، اللي هي لما هنرسمها تبقى بالشكل ده. من النقطة دي لحد النقطة دي اللي هي الاتش وبتساوي 38.5، دول المسمارين بتوعي. هنا ده البي سمول، اسف بي كابيتال، اللي هي الجزئية دي كلها نكتبها ونكتب الأبعاد بتاعتها، هنا السنتي هنا سنتي، وده الاتش من هنا لحد هنا اتش سمول، ودي بي سمول. المفروض كنت اكتب هنا ان ده الام 5 سنتي، وهنا ده الام بيساوي 5 سنتي، هو انا كاتبها تحت. وادي السكنس، وده ال ال دي اللي احنا لسه حاسبينه، وده المسقط بتاع قطاع العمود. تترسم بسكيل رسم نضيف عشان عليها 50% من درجة السؤال. يبقى كده بسرعة، ايه اللي بنحسبه في الهنج بيز؟ اول حاجة البليت نحسب فيها الاتش والبي والتي بي السكنس تي بليت، ادي السكنس اللي هو الجزء ده، وادي البي اللي هو العرض ده كله، والاتش اللي هو ده. تمام كده انا حسبت البليت. بروح اعمل تشيك لحاجتين، اللحام، اللحام الافقي اللي هو بيبقى الجزء ده، اللحام الرأسي اللي هو اللي بيبقى بالاخضر في الناحيتين، وبعمل تشيك على المسامير عددها انا محتاج كام وطول ال ال دي. كده خلصنا الهنج بيز.
وكنا شارحين عمود الفريم والترس كده. فاضل الكرين بيم، والكرين بيم نصها زي تصميم العمود، وفي نص هي جزئين. الجزء الاول ان انا بجيب الاحمال، اول ما جبت الاحمال بروح اصمم عادي قطاع الكاميرا كاني بصمم عمود، وبعد كده الكومبوزيت بيم، وده يعتبر تشيكات مش تصميم، هو القطاع جاي وسمك الخرسانة وكل حاجة، انا بس بعمل تشيك ان انا القطاع اللي انا جاي لي ده تمام ولا لا. كده الفيديو خلص، وفاضل الفيديوهين كرين بيم كومبوزيت بيم.